هذا الفيديو لكل صاحب رأس مربع في اليمن خاصة وفي الشرق الأوسط قاطبة. إخواني إصلاحي إيراني حق الماتعة المانعة حزب الله حماس والحوثي الحرام اللي على رأس. هؤلاء كلهم أولاد كلب وعيال حرام حكى من الآخر. هؤلاء كلهم يعملوا مع إيران. السنيور حقكم هذا الذي مات معفوش ما رافقوش حتى الحرس حقه بدون حرس. قال لك مات بطلا وقهر إسرائيل. ما بوش واحد ما يموت بطلا وهو هارب سعى الكلب ما طلقش طلقة واحدة. جلس محبة بالأنفاق طولة سنة ونزفوا 100,000 فلسطيني ودري 180,000 وهو جالس من ملجأ لملجأ سعى الفأر لعنة الله على والده لا داخل قبره. وإسماعيل هنية مات بفندق. هؤلاء كلهم يشتغلوا مع إيران. لا تجي تقول لي مات على العدو مات وهو يدافع. ما دافعش دافعوا هو دخل اللي يموتوا. وبالأخير 180,000 قتيل ما حد سمع لهم صوت وطلع هذا المخروط يعلقوا صوره. هنا الفارق هنا الفارق. لا يلعبوا بكم مش معقول الحوثي يوقف مع واحد محترم. مش معقول إيران توقف مع واحد محترم. مش معقول حزب الله يوقف لما يقول لك هذا سني وهذا شيعي سألتم على شيعي لكن السني خبر أخبل. الإصلاح والإخوان والشيعة وحزب الله والحوثي رجل كلب واحدة. افهموا يا دواب. قال لك يعني خاتمة مو من خاتمة خاتمة كلب مات مجيف. كان يموت بالجبهة يموت هناك يموت فوق دبابة. مات هو تحت طاولة تحت طاولة لعنة الله على والدك انت هو مخبص على النسوان. معلقين هذا الدواب الذي لنا 10 سنين نقرئكم. يا أخي عليه يموت العشد والكلب يعوي. لعنة الله على والدك انت وهو.